اليوم ان شاء الله خدامين على واحد المبادره رسميه حسبيه كتعنى الناس بدون ماوى. الهدف ديالها هو ان نحسوا بداك داك الروح التكافل والاخوه ونقربهم شويه من داك الحس الانساني اللي كنعيشوا حنا وما الحمد لله خدنا. هذه من منظور. هذا الحاجه الثانيه اللي ندوي عليها هو ان الميساج اللي كنوصل مثلا للاخوان مثلا اللي في الاطار الجمعوي ولا في الميدان الجمعوي على اساس انهم يخدموا على هذه المبادرات ديال الاخوان اللي بدون ماوى. وهذا ميساج عاوتاني كما كنقولوا للمجتمع المدني على اساس انه يلفت النظر لهاد الناس هادو وحتى الدوله مثلا على اساس انها تدير دي سونتر يعناو بهاد الناس هادو ديال الناس بدون ماوى. السبب اللي خلانا نديروا هذه المبادره اننا حنا كنحسوا بهاد الناس اللي برا اللي في الزنقه. كانت اول مبادره بالنسبه للجمعيه اللي هو اول مبادره اللي هي حسبيه، وكنتمنى ان شاء الله تعاود هذه المبادره. كيف ما كتشوفوا بزاف الناس متشردين باغين غير اللي يعاونهم غير ولو بالقليل، غير تعطيهم غير ليكات ولا قبيات ولا اي حاجه غير باش يدفاو بهذا البرد اللي حنا بصفتنا حنا في البيوت ديالنا وما كنقدروش اننا لابسين حوايجنا ولابسين تقشرنا ومنطنا وهكا وما وكنحسوا بالبرد. علم الله بهذو اللي ناعسين في الزنقه اللي ما عندهم حتى ملجا الا ما عندهم حتى ملجا الا لينا حنا من بعد الله سبحانه وتعالى.